السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي خلق الحبة وضع النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ مضينا في رحلة الصلاة، هذه الرحلة الطويلة، ابتداء من القيام إلى السجود، وتركتك منذ حلقة الأمس ساجدا إلى الآن. قل لي لا ساجد كيف؟ كنت من زمان. لا، القلب ساجد. نحن قلنا القلب إذا سجد يسجد ساجد تحت القلب، لا يرفع رأسه منها رأس القلب إلى أن تخرج الروح. إلى أن تخرج الروح. إلى أن تخرج الروح يظل القلب ساجد. ساجد. في الأرض ساجد تحت العرش ساجد ليناجي ليسبح ليدعو ليطلب ليرجو ليرحب ليرحب ساجد. وبعدين بعد ما يشتاق للرفع يرفع الله أكبر ويرد يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني. خمس كلمات في الجلسة من السجدتين قالوا مساجد حسن ما محتاجش يقوم بحق ربنا في حالة قرب. فرفع راسه يقول اغفر لي الفضل اللي ما قدرتش اقوم بالواجب اقوم بحقك. الفضل اللي إن انا ما قدرتش اوفيك ما لك عليه. الفضل وبعدين يرجع يسجد تاني كان لما رفع راسه وطلب من ربنا ان يغفر له حس ان هو لا 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 انا لا لا اديني فرصه ثانيه انا محتاج ارجع ثاني بسرعه فرجع ثاني للسجود. سجد لك خيالي وسوادي وآمن بك فؤادي هذه يدي وما جريت على نفسي. ولا تاني قول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وأسره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن خالقا. ولا تاني للسجود ويكرر سبحان الله ركوع وبعدين القيام ويرجع ويرجع للقيام تاني. سجود وعن يجلس ويرجع للسجود تاني. هذه المثاني انه يعيد ويكرر ويرجع لاثبات الحاله لكي يثبت حال قلبه على هذه الحاله. وبعدين يقعد يتشهد
سلطة الشعب اللي كلنا حفظناها التحيات لله والصلوات والطيبات. كأنك قاعد بعد كل هذه المقدمات قيام تكبير قراءة القرآن الركوع السجود جلسة من السنتين السجود الثاني بعد كل هذه المقدمات حسيت انك دخلت على ربنا فتلك التحية على ربنا التحيات لله كل التحايا الطيبة الصلوات الطيبات يعني الصلوات الطيبات لله السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم تدعو في آخر الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ والله إني لا أحبك فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ثلاث مرات هذا معنى أنه في دبر كل صلاة الدبر الشيء منه فكان بيكون بعد التشهد من بعد التشهد أيضا الاستعاذة اللهم إني أعوذ الاستعاذة من أربع اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر الاستعاذة من أربع أيضا اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر ايضا اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين واذا اردت بالناس فتنه فاقبضني اليك غير مفتون ايضا رب اقني عذابك يوم تعاش عبادك ايضا اللهم اني اعوذ بك من البخل واعوذ بك من الجد واعوذ بك من ان ارد الى ارض الامر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر كل هذه أدعية واردة في داخل الصلاة قبل الخروج والتسليم بعد التسليم يسمي الإنسان إن مش يسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يجب أن يمشي بين الصف بين المسجد لا أن يمكث في مصلى مدة محتفظا بحرارة الصلاة يحتفظ بحرارة الصلاة أطول فترة ممكنة ليقول أذكار الصلاة استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم يصبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويختم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ثم يقرا ايه الكرسي ثم يقرا قول الله احد والمعوذتين وبكذا عاش جنه الصلاه الحياه الطيبه عايزين ننتقل عشان نبدو حاجة تانية يا ترى أنا عايزك تختار نبدو إيه نبدو إيه مع بعض ولا أختار تعالوا في الحياة الطيبة لنعيش الحياة الطيبة أختار لك أن احنا نبدو السياسة بمناسبة أن احنا في رمضان وشهر رمضان تعال نبدو السياسة إزاي نشوف ازاي نعيش جنة الصيام ازاي يبقى الصيام في حياتنا واحنا صايمين يبقى
سبيل بالصلاة هتلاقي ما طول الوقت مشغول بالصلاة، لأنه بيتوضى بيتطهر بيتزين بيحضر القرآن اللي هيقرأ بيه بيحضر الدعاء اللي هيدعو بيه بيحضر، يعني مشغول بالصلاة ومحترس لدرجة إن اللي مشغول بالصلاة ده إذا لقيته في ضلة مش بيصلي يتغير عليه قلبه ويرفع قلبه قلبه يقسو لو يعني مش مشغول بالصلاة. نفس الشيء اللي هياخد سبيل ربنا الصيام هتلاقيه لو يوم مش صايم يبقى مش كل ايه ده؟ هو ينفع الانسان يصوم كل يوم؟ لا ينفع على طول. اه ترحب بن عبيد الله قال يا رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم دلني على عمل اتشبث به بعدك. قال له يا رسول الله لما انت تموت انا اعمل ايه؟ عايز حاجه اشبط فيها اتشبث به بعدك. قال عليك بالصلاه فانه لا عدل لك. فصار طلحه الصوم 20 سنه 20 سنة صايم يفطر بس يوم الفطر ويوم الاضحى ويمكن صيام افضل الصيام يوم ويوم. انك تصوم يوم وتفطر يوم وتستمر على كده. قال لي طب لو صمت يوم وفطرت يوم هيفوت اثنين او خميس كل مش مشكله بقى. ويوم ويوم افضل من اثنين وخميس. طب الاقل منه انك تصوم الاثنين والخميس والثلاث ايام البيض اللي هم 13 و14 و15 من شهر العربي. اخوتي الصيام ما هو الصيام؟ سر الصيام اتخاذ سبيل لنمرة ملائكي محمود. قال تعالى في الحديث القدسي الصوم لي وانا اجزي به. وقال صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فانه لا مثلك. لما اراد ربنا جل جلاله ان ينفي صفه الالهيه عن عيسى بن مريم وامه عليهما السلام قال والمسيح ابن مريم صديقة كان يأكلان الطعام. فالسبيل للتسامي فوق البشرية تحت الطاقة. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواصل. كان صلى الله عليه وسلم يواصل. يعني كان يصوم ويجي عند المغرب ما يفطرش، وانما يجي عند المغرب ويفضل صايم ما يفطرش المغرب ويفضل طول الليل صايم ويصبح تاني يوم صايم يواصل ما يفطرش بالليل يفضل صايم طول الليل ويصوم النهار اللي بعده والليل اللي بعده ويواصل. والرسول نهى الصحابة عن الوصال. نهى الصحابة عن الوصال لأن مش مطلوب من الإنسان إنه يبقى ملاك. وإنما قال وما فمن كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر. يبقى الشاهد إيه؟ إن الرسول لما كان بيواصل ما يفطرش المغرب ويفضل صايم لتاني يوم ما يفطرش المغرب ويفضل صايم بالليل وصايم بالنهار. وإيه؟ أريت عند ربي يطعمني ويسقيني. أريت عند ربي يطعمني ويسقيني. طبعا مش بيطعمه أكل ويسقيه شرب وإنما يبقى صايم. وإنما
مش الجسد. فهي دي معنى الصيام. معنى الصيام التخلص من ربطة الجسد وهم الجسد وحاجة الجسد ورغبات الجسد وشهوات الجسد. قلنا في حلقات السابقة ان الانسان مخلوق من حفنة تراب ونفخة روح. حفنة التراب اللي هي الجسد وحاجات الجسد. يتخلص من قضية الجسد ويظل الاهتمام والتركيز على قضايا الروح ورغبات الروح ومطالب الروح. بعد الصيام مش تجد الانسان صايم بالنهار ومشغول برضه بجسمه في الاعداد للافطار. الصيام شرع للتقلل من الطعام للشعور بالجوع. الناس اللي بيقضوا طول الوقت الصيام نوم. شرع الصيام عشان تجوع عشان تعطش وعشان تشعر بذلك. يتربى الانسان بالصيام. لذلك قالوا ان التربية بالتزكية بالجوع والسهر. لان ذلك الذي يرفع الانسان الى اعلى الدرجات. اعلى الدرجات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم الفاطر. حسن خلق اعلى درجة في الجنة. انا زين بيتي في اعلى الجنة لمن حسن خلقه. حسن خلق اعلى درجه في الجنه يبلغها الصائم القائم. قائمه بذلك ان الصائم القائم هو في اعلى درجه. والتربيه بالصيام على الصيام. التربيه بالصيام على الصيام. مداومه الصيام. السيده عائشه رضي الله عنها قالت كلمه عجيبه جدا. عايز انبهك ليها في رمضان ده. قالت ان اول بدعه حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشبع. وان القوم لما شبعت بطونهم جمحت بهم نفوسهم الى الدنيا. الشبع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منع ابن ادم وعاء شرا من بطن القلب. ناس النهارده اللي قاعد طول الوقت طول النهار عمال يحضر للفطار يحضر المخللات ويحضر المشروبات والعصاير ويحضر الفول والسلطات ويحضر انواع الطواجن والخضروات ويحضر ويحضر ويحضر. هتاكل ايه؟ ومكان الصيام عشان نتفنن في انواع الطعام عشان عشان رمضان اللي المقصود فيه توفير وجبه اذا به تضاعف المصاريف فيه. المفروض اذا بياكل ثلاث وجبات فطار وغدا وعشاء في الصيام بقى افطار وشهر بس في الوجبه توفرت. يعني المفروض ثلث المرتب يتوفر في الشهر. تلت مصاريف الاكل تتوفر. نيجي في رمضان نصرف اكتر. ينفع كده؟ يبقى الصيام ما جابش نتيجته. المشكله في ذلك ملء البطون. الصيام شرع لعلاج افات الشبع. وملء ابن ادم وعاء شرا من بطنه. الانسان المصايب المفروض ان هو يحس بالجوع ليستطيع القيام بالعباده بقلب خفيف. من شبع دخل عليه ست افات. فقد حلاوه المناجاه وتعذر حفظ الحكمه وحرمان الشفقه على الخلق وثقل العباده وزيادة الشهوات والشباع يدورون حول المزابل.
الشهر بيجوز ست لفات. الافه الاولى فقدان حلاوه المناجاه، اللي بطنه مليانه وحاسس انه ممتلئ لحد حلقه مش هيعرف يناجي، مش هيعرف يتكلم، بيتجزا كتير. الميه تطلع من حلقه والاكل. ولذلك قد يبقى ان الانسان دايما المفروض يتربى على ان تكون بطنه خفيفه، مش مليان بطنه، الثلث تلت بطنه، فان كان المحال تفاعلا فثلث من الطعام. الاكل بس يملا تلت البطن، قم عن الطعام وانت تشتهي. تمام الصيام ايها الاخوه، لان الصيام شرع لتحصيل التقوى. قال سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني ايه التقوى؟ مثل الحصان بالصيام.